هو ان البنك المركزي كان منذ ايام قد يعني عدل عن الاجتماع في 28 مارس وقال انه لا حاجه لهذا. هنا يجب ان يعيد المركزي حساباته لان هناك مستجدات، المستجد الاول هذه الصدمه التضخميه الحكوميه، وهناك مستجد زياده اسعار الفائده الى مستوى تاريخي في تركيا، وهي منافس قوي على الهوت ماني، على الاموال الساخنه، رفقات رؤوس الاموال بشكل عام، وصلت الى 50% زياده 500 نقطه اساس، خمس نقاط مئويه. ده هيسحب الاموال الساخنه اللي كان متوقع تيجي مصر؟ لو توقع ان يسحب يعني.